خيم تحتضنها جبال باردة، لجأ ساكنوها إلى جمع بقايا الأشجار في الجبال القريبة وتخزينها بالقرب من خيامهم، علهم بذلك يتغلبون على برودة الطقس ويتدبرون أمور حياتهم اليومية. والله بيروح الصابي فيها الصابي بيروجوا بجرزة حطب على كتفه، بيجيب لحتى نعلق الصوبة يعلقه، عندي ابن بنتي بيروح على كتفه بيجيب عود الحطب. هون يسلمونا كم قطعة صرنا ننام عليها. بنطلع أنا وإخواتي على الجبل، معنا حطب، بنجيب الحطب على كتفنا وبنجي لحتى نتدفى. على الرغم من أن الحطب يحل عدة صعوبات يواجهها النازحون هنا كالتدفئة والطهي، إلا أنه أضاف لمعاناتهم فصلا جديدا يمس فلذات أكبادهم. صار معنا رب الأولاد يوم الثاني، يلا على المشافة اخذينهم جايبينهم على من رب ومن المتخاخين الصوبة من البرد. هنا وعلى الشريط الحدودي مع تركيا تم إنشاء حوالي 10 مخيمات جديدة لتستوعب أعداد النازحين من قرى ومدن جبلي الأكراد والتركمان. نحن الآن في أحد المخيمات التي أنشأت جديدا بعد القصف العنيف للقوات الروسية للمنطقة التي أدى إلى تهجير معظم أهالي تلك القرى في جبلي الأكراد والتركمان، وهذا الأمر الذي ازداد علينا ضغط كبير في موضوع إيواء كل الناس التي كانت تتوافد إلينا. قمنا بإنشاء عدة مخيمات لإيواء هؤلاء الناس المتضررين، ونحن الآن في فصل الشتاء، فصل الشتاء الذي هو معروف في قساوة المناخ في هذه المنطقة. هناك متطلبات عديدة لهؤلاء الناس، يعني ضغط النزوح والتهجير والعواصف. بعد عن الديار وخيمة تستر حزن ومعاناة ساكنيها، وبقربها حزمة عيدان في محاولة للتغلب على شتاء قارس، على أمل أن تشرق شمس الصيف على سكان هذا المخيم في منازلهم. يقوم السوريون هنا بجمع الحطب من الجبال القريبة، علهم بذلك يتغلبون على برد شتاء القارس، فالطبيعة هنا قاسية والخيمة لا تقيهم برد الشتاء. سليمان عيد، حلب، اليوم، ريف اللاذقية.